السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معايا ازيكم اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طيب النهارده انا هتكلم في حاجه يا جماعه مهمه جدا، فيا رب تركز معايا، وممكن بعد كده انا ما اعرفش اقولها ان شاء الله قدام لو العين بقت على الواحد اكتر يعني. تمام. من اهم الاسئله اللي لحد النهارده انا بتسالها، يعني بتتكلم مثلا في كل في وسط كل 10 لازم السؤال ده بيتسال مرتين، فانا خليني اقول لكم ميزته ايه وعيبه ايه ويعرف نتكلم فيه، علشان انا بعد كده يمكن ما اعرفش اقول الكلام ده قدام، فحاول تفهم الكلام ده والله يكرمك. يعني اسمعوا، يعني حسيت ان هو تمام كويس، الكلام كويس تمام اعمل بيه، ما حسيتش حاول تشوف اكتر وتدور اكتر وتعرف اكتر، وبعد كده قرارك في الاول وفي الاخر. تمام. بص يا سيدي، من اهم الاسئله اللي بتيجي ايه؟ انا دلوقتي عايش في بلد كذا والحمد لله هي مستوره كويسه، بس انا عايز اسافر امريكا، هل انا هعرف اقعد فيها؟ يعني هعرف اعمل الاقامه ولا لا كلجوء يعني، او يعني هعمل الاقامه عامه يعني وهعرف اقعد ولا لا، وهل المحاميين بيعرفوا فعلا يعملوا قواضي والكلام ده كله ولا لا؟ يعني انا مثلا عندي اي قضيه نوع مش عارف ما عنديش حاجه، فهو هيعرف يظبط الكلام ده ولا لا؟ هل هعمل فلوس ولا لا؟ هل هتبقى مجزيه ولا لا؟ الكلام ده كله، الحته دي، الخوف من الحته دي كلها، هل انا اسيب المكان ده واعمل المكان ده ولا لا؟ بص يا سيدي، انا هكلمك كاحنا الاول، احنا اللي هو الشباب دول يعني، وبعد كده هكلمكم بالنسبه للناس اللي شغاله اوريدي في يعني في شركات او شغاله في اي اماكن يعني مصانع مثلا او اي حاجه ومستقره شويه، غير الناس اللي مش عايشه في بلدها اصلا وعايزه تسافر تعمل الموضوع ده. فانا هكلمك كاحنا كشباب، نفترض مثلا دلوقتي يا عم الحاج ان انت واحد قررت انك تسافر، انت بتعمل مجهود كتير وبتتعب كتير ومش لاقي الرجعه دي، يعني انا حياتي ما بتتطورش، انا حياتي ماشيه، فهل انا اخد فكره التجربه دي ولا لا؟ وهل هعرف اعمل ورق ولا لا؟ خلينا نتكلم مع بعض مثلا، يعني كاننا قاعدين على القهوه مثلا ومعانا شويه بنات اهو، معانا شويه رجاله اهو، وبنتكلم مع بعض. فبصوا يا شباب، من الاول من الاخر كده، نفترض انت فعلا سافرت ولا قدر الله، ودي حاجه ما بتحصلش كتير، ما عرفتش تعمل قضيه وما عرفتش تعمل اقامه وما عرفتش تعمل اي حاجه خالص، جيت قعدت في البلد، حلو؟ جيت قعدت في البلد مثلا 5 سنين ورحت ماشي، حلو؟ انا بس بديك فكره يعني، دي يعني بص دي اصعب حاجه ممكن تحصل لك، صح؟ طيب بالعقل كده، بالعقل، لو انا سافرت وقعدت 5 سنين وقررت ان انا غصب عني ارجع بلدي، خلاص انا قعدت 5 سنين شغال تعبان وحاولت في الورق ومش عارف ايه وما جاتش معايا سكه، ما جاتش معايا سكه، ما عرفتش ان انا اعمل اقامه وايا كان اللي حصل ايه، ما عرفتش اعمل اقامه وما عرفتش اعمل اي حاجه، فهضطر ان انا امشي بقى، هضطر ان انا امشي عشان انا خلاص يعني ربنا قدر لي ان انا خلاص بقى انزل اقعد مع اهلي واصحابي وبتاع وخلاص، 5 سنين عدوا او 3 سنين عدوا او السنتين عدوا وانا مش طايق البلد فهمشي. طيب نتكلم مع بعض بالعقل، بالعقل. طيب هل انت خسرت من التجربه دي؟ استحاله. يعني لو انت سافرت حتى وما عرفتش تعمل ورق ورجعت بلدك، فانت عمرك ما هتخسر حاجه. رقم واحد، انت هتتعلم كتير جدا، هتتعلم كتير جدا وحياتك هتتطور كتير جدا من فكره السفر بس، ده على جنب. حلو؟ هتشوف حاجات كتيره جدا وحاجات مختلفه كتير جدا وهتشوف كلتشر مختلفه تماما وهتعلم اكسبيرينس حاجات غريبه عمرك ما هتتعلمها وهتفتح دماغك وحياتك، عينك فعلا يعني هتشوف الدنيا عامه يعني. فده رقم واحد. طب رقم اتنين، الفترة اللي انت بتقعد فيها دي اصلا اللي هي ال5 سنين دول انت هتعمل فيهم فلوس كتير جدا. يعني تخيل معايا كده مثلا ان انت واحد جيت البلد هنا اشتغلت ب $800 في الاسبوع، $800 في الاسبوع، حلو؟ ده على فكرة اللي هو ايه؟ اللي هو ولا كتير قوي ولا صغير قوي. حلو؟ ده المتوسط، لو انت شغال 6 ايام او 7 ايام فانت استحالة مش هتاخد اقل من كده. $800 في الاسبوع، $800 في الاسبوع بتتكلم في الشهر يعني في 4 بتتكلم في حوالي 3200، صح كده؟ تقريبا 3200 يعني. 3200 بتوع الشهر دول لو انا شلت منهم مثلا يعني $1200، $1200 ده طبعا الناس فاهمه انا بتكلم في ايه، $1200 ده في الشهر صعب انك تشيلهم. بس انا بقول لك لو انت خلاص بقى فاهم $1200 شلتهم، فانت هيبقى معاك كل شهر $2000، $2000 صافي معاك كل اخر شهر محوشهم. $2000 دول اللي هم كام؟ اللي هم لو بحسابات البنك 60,000 جنيه في، انا بتكلم بالجنيه عشان انا مصري، ولو انت بقى شوف بلدك ايه واحسبها. فانت حوشت كده بالصلاه على النبي في الشهر ده 60,000 جنيه، لو هتبيعه سوق سودا ولو مش هتبيعه اصلا فهيعمل معاك 80,000 جنيه. اعتقد في الشهر مهندسين ما بيعملوهاش.
فخلي المهندسين دول اللي هم شغالين في حاجات كويسه جدا عشان بس بي ان جي بقى ومش عارف ايه. يعني انا بتكلم في حاجات اللي هي ايه الهاي كلاس، يعني الحاجه اللي هي الكويسه، اللي الناس اللي تعبت بجد، الناس اللي ادت كل حياتها تقريبا للتعليم. ف انا بس بفتح عينك على حاجات كبيره جدا. فانت الكلام اللي بقوله لك ده، انت خد بالك انت مش لازم تبقى حاجه، ولا شغال بشهاده، ولا شغال، انت شغال كده في على باب الله في اي حاجه يعني. فيعني مش شغال حرفه، مش انت الكلام اللي لك في مينيمم حلو. فتخيل معايا بقى، انت احسب في 5 سنين، لو انت شغال الشغلانه دي في 5 سنين، شوف انت هتعمل كام. انا بفهمك بس عشان انت مستوعب. فانت هترجع بلدك حرفيا، الشقه اللي انت كنت عايش فيها، فانت هتجيب مكانها 2 او هتجيب واحده حلوه جدا. العربيه اللي ما كانتش معاك او معاك، انت هتغيرها وهتجيب عربيه احسن منها بكتير. البيزنس اللي كنت بتحاول تعمله، انت حرفيا هتفتحه وهتعمله في الكلام ده في 5 سنين. ده لو انت اصلا مش معاك ورق اصلا، وباظت معاك يعني، خربت انت كده، خربت معاك، جيت امريكا يا حبيب قلبي ما مشيتش، فرجعت بلدي. ف ده للناس اللي بتقول لك احنا اتبهدلنا وتعاملنا مثلا، يعني عشان بس تبقى انت فاهم. فده اصلا بعيدا عن اي حاجه خالص، اوحش حاجه ممكن تحصل لك انك تيجي تقعد هنا فتقعد 5 سنين شغال مثلا، او 3 سنين او 4 سنين او ريفر، انت الوقت اللي عايز تقعده قد ايه، وترجع بلدك عشان ما عرفش تعمل ورق. ده الوحش اللي هيحصل لك، انك هتعمل كل اللي نفسك فيه في بلدك اصلا يعني. فركز معايا في الكلام الله يكرمك. ففكره السفر يمين شمال اعملها يعني، ما تسمعش كلام اي حد يقول لك انت هتترحل، ما تسمعش كلام بني ادم كلهم اقسم برب العزه. الناس دي بتوقفني في الشارع، انت بتقول للناس هياكلوا رزقنا، انت مش كفايه الناس اللي موجوده في البلد، مش كفايه شغيله، مش عارف ايه، مش كفايه، مش عارف، هم اصلا قاعدين فيها. فانا ما بسمعش تهديدات في الشارع من فراغ، ولا انت بتسمع فيديوهات من فراغ. فلو انت حابب تسافر، ما تفكرش اصلا في الفكره بتاعت هي مربحه ولا لا. هي كده كده مربحه يمين شمال، هتبقى مربحه ليك، هتعلم حاجات كتير جدا، وهتعمل فلوس كتير جدا، وربنا يكرمك، رجعت خير وبركه. ما رجعتش انت قاعد لسه وبتعمل في ورقك، بعد كده ترجع وتعرف تيجي تاني. فرق ما بين اللي بيعرف يعمل ورق اللي ما بيعرفش يعمل ورق، ان ده بيعرف يرجع تاني وده ما بيعرفش يرجع تاني. الاثنين عملوا فلوس، والاثنين هيعيشوا، والاثنين هيموتوا، يعني ما فيش عادي يعني، فاهم؟ ربنا بيكرم واحد بان هو يجي يقعد هنا 5 سنين يعمل فلوس كتير جدا ويرجع يقعد مع اهله. انا اعرف ناس ربنا كرمهم اقسم بالله، وعملوا الورق وجم برضه قعدوا 5 سنين ورجعوا بلدهم، وقعدوا في بلدهم ما جوش تاني عادي. ربنا كرمهم بفلوس وعملوا البيزنس بتاعهم، وحياتهم بقت استقرت في بلدهم جنب اهلهم، عملوها خلاص قعدوا. فدي الفكره اصلا. طيب لو انا بقى واحد، ده انا بتكلم ليك كشباب دلوقتي حلو، بنتكلم بقى مع الناس اللي اكبر شويه. واحد عنده 40 سنه مثلا، عنده 40 سنه وشغال في شركه كويسه جدا وعايش بره مصر اصلا. طب يا جاكسون انا عايز اجي اقعد في البلد، حلوه يعني، اجي مربحه ولا لا؟ هاجي اعرف اعمل قضيه اللجوء دي ولا لا؟ قضيه اللجوء بتمشي ولا لا؟ هيعرف يعملوا لي فكره وقصه وبتاع كل الكلام ده ولا لا؟ قلت لكم يا جماعه في كلام بعد كده مش هينفع يتقال، ولكن الكلام بقوله لكم دلوقتي، الكلام ده دلوقتي حلو، ممكن بعد بكره الكلام ده يتغير. فركز في الكلام اللي بقوله لك دلوقتي ده، عشان العين مش علينا قوي. فبص يا سيدي، قواضي اللجوء لو انت هتيجي كده كده، المحاميين اسمهم محاميين علشان عندهم حرفه الشغلانه بتاعتهم، عشان كده بندي العيش لخبازه، هو هيعملها لك وهيظبط لك كل حكايتك وهيظبط لك كل امكانياتك، على قدك هيقيف لك القصه بتاعتك اللي تخش بيها تنجح ان شاء الله. انا مش بتكلم على كل محاميين، بتكلم على محاميين معينين حلو. عايز محامي يظبط لك قضيتك ايا بقى كان قضيه اللجوء دي ايه، هو يقول لك احنا يا معلم هنعمل لك قضيه لجوء كذا، بس هيقول لك شويه اوراق تجيبها، يطلبها منك تجيبها له، حاجات عادي جدا اي حد ممكن يجيبها له، وهو هيظبط لك بقيتها خلاص. ففكره اللجوء في انك تيجي تعملها لا محاله، اعملها اسرع طريقه ممكن تنجزك، هي والجواز يعني. لو انت عندك جواز دي في مشكله وبتاع، دايما بشوف الجواز فيه ريسك كبير، لان في ناس صحابي كتير اتلطوا في حته ان واحده مثلا تقول لهم لا قبل اخر مقابله خلاص، وممكن ياخدوا الورق، تقول له لا اديني 20,000 دولار كمان، اديني 10,000 كمان، انا اصل امي مش عارف تعبانه فعايزه كام، تستغلك يعني. وفي ناس كتيره جدا بيفكسوا في الاخر وياخدوا منك فلوس، ويعني حوارات يعني. ففي حوارات بتتعمل، لو انت مش ضامن الشخص ما تعملش معاه ورق يعني. بس فخليك في اللجوء ده. في حاجات تانية وهدك فما تعملهاش يعني، خليك في الاثنين اللي هينجزوك. بس ده من الناحيه دي. طيب من الناحيه التانية بقى، هل انا اسيب شغلي واسيب حياتي علشان ابتدي من جديد؟ الفكره كلها فيك انت. انا بقول لك انك هتيجي عشان تشتغل بشهادتك هتتعب.
رقم واحد مش اي شهاده بتشغلك، رقم اتنين اي حاجه لازم تاخد لها كورس ولازم تاخد لها امتحان. يعني مثلا انت مهندس هتيجي تاخد امتحان اف اي عشان تبتدي تشتغل، لقيت شركه تبع حد مثلا من تعرفه او حد شغلك معاه من غير الشهاده هيشغلك شويه وهيمرمطك اه في شغلانتك وفي مجالك، ولكن هيمرمطك شويه هيديك فلوسك، بس على بال ما تبتدي تحاول تمشي من الشغلانه دي برضه هتضطر انك تاخد الاف اي علشان تقدر تشتغل. كل حاجه هتعمل بي اتش دي علشان تشتغل في مثلا دكتور عامه، يعني انا بتكلم على بي اتش دي لايا كان مجالك ايه، بس انت محتاج تعمل حاجه علشان تقدر تشتغل بيها. مش كل الجامعات اللي بره بيقبلوا الشباب بتاعتها هنا، فانت لازم تعمل معادله او لازم تاخد كورس او انت من حاجه عشان تشتغل بالشغلانه اللي انت في مجالك، تمام؟ فانت هتتعب جدا، هتشتغل كتير جدا، هتتبهدل وهتتمرمط ووقت كتير جدا هيضيع منك، ولكن هتعمل فلوس وتستقر وحياتك تبقى كويسه، تمام؟ يعني من الاخر حياه عادله، في حياه عادله، انت بتتعب عشان تعمل فلوس غير انك بتتعب عشان ما تعملش فلوس. في حياه عادله، حياه طبيعيه، انت بتتعب عشان اعمل حاجه واتطور، فاهم قصدي؟ فدي الفكره كلها من الناحيه دي. من ناحيه بقى واحد مش يعني هل عارف ان انا كان عندي اقامه في بلد تانية ومش عارف، لا عادي كل الكلام ده عادي، لان اواضي اللجوء بتتعمل على، يعني انت لو كنت دوله عربيه مثلا عادي، لان الدوله العربيه في مثلا اواضي اللجوء معينه هي كومن ما بين كل الدول العربيه، حاجه كومن ما بين كل الدول العربيه صعب انك تعملها في الدول العربيه، فهم بيواخدنا لك انت بقى مش هتعرف تعمل الموضوع ده في الدول العربيه، فاحنا عاملين قضيه لجوء لامريكا. طبعا دي بقى دي فكره المحامين نفسها، تمام؟ كل واحد تسمع منه كلمه وشوف معاه وظبط دنيتك. ممكن احط لكم رقم محامي ممكن تكلمه، مش هياخد منك فلوس عشان تكلمه، يعني تشوف الدنيا ماشيه ازاي وتعرف اكتر انت على كل حاجه، وفي الاول وفي الاخر القرار بتاعك. انا بديك القصه كلها والنهايه يعني. اللهم صل على النبي. ايه تاني؟ لو انت بقى شخص زينا كده اللي هو يعني مش صغير ومش كبير قوي، اللي هو انت لسه مش شغال بس انت حياتك بتبني يعني، فتاخد التجربه. فانا قلت لك تجربه عمرها ما تخسرك حاجه، توكل على الله، تمام؟ بالنسبه لبنت، ففي بنات كتيره جدا جات لوحدها هنا من 23 سنه لحد السن اللي انت ممكن تتخيله، بيجوا ربنا كرمهم بيشتغلوا الحمد لله كل حاجه تمام. متعبه طبعا، متعبه طبعا، بس تيجي تسال اي حد، اي بني ادم دخل البلد دي من اولها لاخرها، من اولها لاخرها، اول ما تلاقيه بيقول لك يا عم انت عايز تيجي فين، انت عارف البلد دي فيها، قول له يا باشا انا هدعي عليك ترجع بلدك، قول له كده على طول، قول له انا هقعد كل يوم ادعي لك كده ترجع بلدك عشان البهدله اللي انت فيها دي. فانت لو سالت اي حد منصف وسوي مع نفسه ومع غيره وبيتمنى الحب والخير لغيره زي ما ربنا رزقه بيتمنى الرزق لغيره، لو جيت سالته نفسك بعد كل اللي انت بتقول هاري اللي انت بتقوله لي ده عايز ترجع بلدك، هيقول لك لا مش راجع. طب ليه يا ابن الحلال، ما انت متبهدل اهو. لا مش هرجع، لا استحاله ارجع، استحاله ارجع كده، كله كده، انا ارجع كده عشان اتبسط واصرف واتبسط يلا نروح الساحل الشمالي الساحل الشريرين ونرجع. غير كده ما هم كل اللي في الساحل دول بسم الله ما شاء الله يعني حياتهم ماشيه بالدولار، يا اما اهلهم يا اما هم بيسافروا يا اما شغالين شركات كويسه، ده لو هم يعني مجتهدين. لو يعني القصه كلها ماشيه كده يعني، ما تفتكرش ان دول بيقبضوا زيك زيهم، اللي هو احنا بنقبض 10,000 جنيه مثلا ده فاحنا رايحين الساحل، لا الناس دي احنا يعني 10,000 جنيه دلوقتي دي للاسف ولا هي حاجه ولا هي تعيشك ولا هتوديك الساحل اصلا، والناس ما بتقبضهاش اصلا، فاللي بيقبضوا فوق الفلوس دي ناس تانية الحمد لله تعبت في حياتها، وفي ناس تانية بقى كلاس تاني خالص اللي هو اصلا يمكن ما تعبش في حياته بس ربنا كرمه يعني ايه برزق من ناحيه تانية، عيله بقى مثلا اب وام عندهم شركه مين شغال فين، يعني في ناس قليله هي اللي بتبقى فعلا بتتعب قوي وربنا كرمها، وهم دول الناس اللي ايه اللي انا بعزهم جدا جدا. غير طبعا بقى الناس اللي عايشين بره، اصلا انا قلت لك معظمهم فعلا كده، يعني معظم الناس اللي بتشتري في الحاجات دي دول مش بيقبضوا بالجنيه، دول بيقبضوا بالدولار يعني، وبيبقى معظمهم عايشين بره اصلا وبييجوا يقضوا الدنيا والصيف عندك، فانت بتيجي للاسف يعني تشوف الناس دي تقول ايه ده احنا مش عايشين ليه، هم اصلا مش عايشين عندك خالص، اصلا مش عايشين اصلا عندك، هم عايشين بره وبييجوا يتبسطوا في الساحل، لان بالنسبه لهم مهما كان الحاجات دي رخيصه، احنا نازلين بقى نتبسط عندنا في الساحل لان احنا اول في الاخر عارفين الحاجات تبعنا وفي نفس الوقت رخيص وجميل، واحنا برضه بنتكلم مصري فالدنيا لذيذه، عارف كان واحد كولومبي عايش في نيويورك سيتي لما بيحب يتدلع يطلع على ميلي دين عندهم في كولومبيا كده، يعني الدنيا ماشيه كده. فما تنبهرش قوي باللي انت شايفه، علشان لو في اي واحد من دول عايش حياتك في مصر عادي
انا بتكلم كده عشان انا مصري، بس لو عايش في بلده عادي مش هيعمل اللي انت بتتفرج عليه في بلدك ده، مش هيعمله. الناس دي دخلها يا اما عن طريق اهلها، يا اما عايشين بره، يا اما في دولارز بتخش عن طريق حاجات معينه. غير بقى طبعا الناس للاسف اللي يعني كده، في ناس كده تافهه على السوشيال ميديا، احنا برده معظمهم او انتوا يعني، انا ما بتابعش اي حد خالص، بنعنظمهم، فبرضه بيعملوا فلوس ويروحوا يبصوا الساحل الشمالي يعني كده يعني. ف وطبعا غير الناس اللي زي حالاتي بقى اللي هم طالعين يعني ابوهم كده بال 14 ساعه علشان يرجعوا برضه يبسطوا يقعدوا في الدهب شويه كده ويروقوا على حلو ده يوم لما نرجع يعني ان شاء الله. ف فدي القصه من اولها لاخرها. فحاول قد ما تقدر. السؤال ده يا جماعه اجابته في الفيديو ده، اعمل له شير لو انت على اليوتيوب، اعمل له لايك لو انت برضه على اليوتيوب، سبسكرايب لو انت على اليوتيوب. حاول تخلي الناس تسمع الكلام ده علشان تفهم الموضوع، وبانهي الكلام بحاجه معينه جدا عشان انا اعرف ناس. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، يعني السياحه ماشيه حلو جدا، الناس كده جدا بتاخد السياحه الوقت ده. والجروب لو انت حابب تخش جروب، فالجروب عن طريق الواتساب. بنخش جروب ده ازاي؟ عن طريق الانستجرام بتاعي، نفس الاسم بتاع اليوتيوب بس لازقين في بعض، ناصر جاكسون. هتلاقي سبسكرايب، اشترك، وحد هيبعت لك رساله، او انا هبعت لك رساله، او مش انا بس، انا هبعت لك رساله من طريق الاكونت بتاعي انا، والاكونت ده هيبعت لك رساله وهيبعت لك كود تبعته على الواتساب، هيبعت لك، هتلاقي نفسك دخلت على الجروب او بتاع الواتساب بعدها ممكن 3 ايام ولا حاجه على حسب الوقت اللي انت مقدم فيه. ولكن احنا بسم الله ما شاء الله يعني اكتر من 300 شخص على الجروب ده، وبنعمل كوميونتي. انا فكرتي للموضوع ده كوميونتي دلوقتي ان شاء الله يعني، ربنا يكرمنا باذن الله وهنعمل الكوميونتي بتاعنا اللي ما حدش عمله من ساعه ما البلد دي كانت موجوده، ومن ساعه المصريين جم هنا، او من ساعه العرب عامه جم هنا، وعمرهم ما عملوا كوميونتي. كوميونتيز كلها ضربه، كلهم بيضربوا في بعض، وكلهم عايزين ينجحوا لوحدهم، وكلهم ان شاء الله يا رب ان شاء الله نعمل كوميونتي زي كل الجماعات اللي عاملين كوميونتي هنا. الصينيين عاملين كوميونتي، الاسبان عاملين كوميونتي، اليهود عاملين كوميونتي، حتى الايطاليين عاملين كوميونتي، كلهم عاملين كوميونتي الا احنا. احنا كام مفرطين بنروح نصرف فلوسنا عند ناس تانية. فان شاء الله باذنك يا رب عن طريق الجروب ده وعن طريق الوقت اللي جاي، الناس دي اي حد فيهم هيحتاج حاجه الناس دي كلها هي اللي هتشيل بعض، والناس دي اللي هتنجح بعض. لو كل الناس كل واحد عمل بيزنس، الناس دي هي اللي هتنجح بعض، والناس دي هتصرف فلوسها عند بعض، والناس دي هتشتري من دول ودول هيشتري من دول، وباذنك يا رب نعمل كوميونتي ما حدش عملها قبل كده ونكبر كلنا باذن الله. فربنا يكرمكم ان شاء الله ويوفقكم في حياتكم. وده معلش فيديو طويل شويه، ولكن كلام كان محشور ولازم يتقال، لان انا لحد النهارده بتسال السؤال ده بتاع اللجوء، وبتاع احنا ننجح ولا لا، وبتاع مجزيه ولا لا، طب لو احنا جينا نترحل ولا لا. مفيش حاجه اسمها ترحيل يا جماعه في امريكا، مفيش حاجه اسمها ترحيل، مفيش حاجه اسمها ترحيل تاني. لو عملت ايه مفيش هتترحل، فيعني مشي الدنيا يا جماعه. غير بقى لو حاجه فاهم يعني اف بي اي كريمنال بقى مش عارف ايه فاهم، لكن مش هتترحل. فتوكل على الله، خد التجربه، عمرها ما هتخسرك. فهمتك الكلام ده في اول الفيديو. عندك عقل تفكر بيه، لسه في حياه تبص فيها، توكل على الله. اخر حاجه اقولها لك عشان لو في ناس اترفضت في الفيزا، حاول تاني. النجاح والانبساط والفشل كله بويف، الويف عامله كده اهي، عامله كده، هتتبسط، هتبقى في الويف فوق، وفي الاخر هترجع للمينيمم او النورمال بتاعك، ومن اللي هو مش انبساط ولا زعل، هتنزل وهتحزن برضه، هترجع تاني لنفس النقطه اللي هتبقى فيها ولا حزين ولا فرحان. فما تخافش من حاجه وما تضايقش من حاجه، انت كل اللي عليك انك تسعى علشان لو المعدل ده الويف نزل تحت ترفعه لفوق، ولو في النورمال ترفعه لفوق وينزل تاني لتحت، وربنا يكرمكم جميعا ان شاء الله. يا رب تكون فهمت القصه بتاعت معادله الماس دلوقتي دي، ولكن نكلمكم فيها بالتفصيل ان شاء الله في فيديو تاني. بس يا سيدي، بس لو انت على يوتيوب ممكن تخش تعمل على انستجرام فولو، اعمل لنا فولو وشير واشتراك والكلام الفاضي اللي انا ما بفهموش ده. ولكن لو حابب انك تشوف فيديوهات قبل كده، لو عندك اي سؤال عن حاجه قبل كده، غالبا مليون في الميه هتلاقيها موجوده في الفيديوهات اللي قبل دي. لو انت ما شفتنيش في اي فيديو ليا قبل كده، فخش خد فكره، هتشتري لبكره صدقني. ربنا يكرمكم جميعا يا رب ان شاء الله، ويوفقنا كلنا باذن الله ويكرمنا ان شاء الله. اشوفكم في احسن حال، وتيجوا كلكم باذن الله امريكا، مش لازم امريكا، ربنا يرزقكم جميعا يعني ان شاء الله. اشوفكم على خير، سلام عليكم.